السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي قناة ياسين للمعلومات، في هذا الدرس الجديد جئتكم بأحد المجانيات الرائعة جدا. ممكن أطلع عليكم، سأترككم مع هذا الشرح البسيط، لكن قبل أن نذهب للشرح كنتمنى أنكم تدعمونا بالاشتراك في القناة، وما تنساوش الضغط تفعيل الجرس باش توصلوا ديما بالجديد. ولا كنتي أول مرة كتشوف معنا هذا القناة وشتي هذا المحتوى واستفدتي منه، كنتمنى أنك تدعمنا بالاشتراك في القناة. كنتمنى أنك ما تبخلش علينا بلي كومونتير، فهذاك هو السبيل الواحد اللي كيخلينا نستمروا في هذه القناة وديما نقلبوا لكم على الجديد. المهم ما نطولش عليكم، الدرس ديالنا اليوم سيكون على هذا الموقع الرائع. يعني هذا الموقع يمكن لك تحصل منه على حاسوب فري، يعني فري كمبيوتر فري حتى باب المنزل اذا حلفك الحظ. يعني طريقة طلب هذا المجانية هي طريقة سهلة وبسيطة، كل ما عليك هو تتبع هذه الخطوات البسيطة وملء هذه البيانات هنا يعني عشوائية، وثم تنتظر الحظ. يعني انا هنا كنعطيك يعني فكرة انا كنطبقها وكنحاول نشارك معكم هذه الفكرة. المهم نخليكم مع هذا الشرح. يعني هنا يعني تختار رقم يعني المجانية يعني واحد هكذا، هنا يعني تختار هكذا، هنا الاسم الاول، هنا الاسم الثاني يعني النسب، يعني هنا يعني رمز يعني الهاتف في المغرب يعني 212، يعني هنا الرقم الهاتف الخاص بك، هنا الادريس يعني ادريس الخاص بك يعني هكذا، هنا يعني الادريس خاصة بالمنزل، هنا يعني مكناس يعني المدينة التي تقيم فيها، هنا كود بوستال، ثم الضغط هنا هكذا على كود الكابتشا، ثم تختار مثلا ثم الضغط هنا هكذا، ننتظر قليلا يعني المساج يعني مشى. هنا كيشكرك على يعني هذه المعلومات. يعني هنا يعني انهينا الدرس ديالنا ديال اليوم. يعني الطريقة سهلة وبسيطة، كل ما عليك يعني تتبع هذه الخطوات البسيطة، وان شاء الله اذا حلفك الحظ ستوصل بالحاسوب حتى باب المنزل. يعني هذا هو الدرس ديالنا اليوم، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وان الاعجاب ديالكم ما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناه، ما تبخلوش علينا بلي كومونتير، فهذاك هو السبيل الواحد اللي كيخلينا نستمروا في هذه القناه وديما نقلبوا لكم على الجديد. يعني خوتي خواتاتي كنتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله الى الجميع، والى اللقاء في درس اخر ان شاء الله باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.